وأيضا بنجدد ترحيبنا بدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام. دكتور أحمد، يمكن قبل الموجز مصطفى كان سأل حضرتك عن أهمية أن تكون مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات، وفي ضوء إجابة حضرتك حابة أعرف، يعني وإحنا بنتكلم على هذا الزخم وأكبر قمة من حيث التجمع، تجمع رؤساء وأيضا وزراء كبرى الدول وأيضا أكبر المنظمات الدولية إن كانت السياسية الاقتصادية أو حتى التنموية في هذه القمة، مصر أكيد دايما بتبقى معاها ليها استراتيجية، ليها خط، ليها فكرة دايما بتبقى حريصة أنها توضحها في مثل هذه القمم الكبيرة والهامة. استراتيجية مصر في هذه القمة يا فندم، لو هنتكلم كمان وهنتطرق أيضا للقاءات التي سيجريها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالطبع جمانة، هناك استراتيجية الدولة المصرية وهي فكرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهضة الشاملة، وهذه النهضة لها محاور: الاستثمار في الإنسان، توظيف التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة كل معايير العصر الحديث في الإدارة وفي أداء الحكومات لتحسين الخدمات للمواطن. هذه المنظومة، الغرض من هذه القمة والمشاركة في هذه القمة لها أبعاد متعددة، يعني بعد خاص بعرض التجربة المصرية في هذا المجال، في الحكامة وفي الحكومة الذكية وفي كيف مصر توسعت في هذا المجال، والاستفادة أيضا من تجارب الآخرين في إطار تبادل الخبرات. النقطة الثانية هي محور دبلوماسية التنمية، بمعنى الرئيس السيسي بيشارك في هذه القمم سواء قمم سياسية أو قمم اقتصادية أو قمم تكنولوجية بهدف دائما خدمة التنمية في الداخل، بمعنى جذب الاستثمارات، عرض الفرص الواعدة، لأن الشركات العالمية، شركات سيمنز والشركات الكبرى المشاركة في هذه القمة هي بتبحث عن بيئات مستقرة لتحقيق الاستثمار، سواء في الاستثمار التكنولوجي أو في تطوير الخدمات أو في يعني في كل هذه الأمور، وبالتالي هي فرصة دائما لجذب هذه الاستثمارات، الالتقاء مع هذه الشركات. الرئيس سيجري عدد كبير من الحوارات في هذه القمة، سيعرض أيضا يجري حوار كبير حول أولويات الحكومة المصرية، كيف أنجزت في مجال الأداء التنموي، في مجال الاقتصادي، كيف أن مصر تسير بمسارات متوازية للصحة الاقتصادي مع مشروعات التنمية العملاقة، مع الاستثمار في الإنسان، في مجال الرعاية الصحية، في مجال الاستثمار في البشر، في ريادة الأعمال. يعني على سبيل المثال، احد محاور المؤتمر هو هذه القمم هو الاهتمام كيف تتم بالرعايه الصحيه باعتبار والتعليم. لماذا التعليم والصحه؟ لانهم عقل وصحه الانسان. انسان سليم عقليا وسليم بدنيا هذا بيعطي قوه، هي ثروه حقيقيه. مصر دي تجربه، يعني تجربه في مجال الرعايه الصحيه، مبادرات الصحه المختلفه، مبادرات مليون مليون صحه، القضاء على فيروس سي. هذه التجارب اصبحت ملهمه الان لدول العالم في مواجهه الامراض ومواجهه الامراض المزمنه، فهذه تعد جزء من الاداء الذكي للحكومات، لان بتهتم بالانسان وايضا في التعليم، التعليم، التطور في التعليم، تعليم الفهم، تعليم الابداع، تطوير القدرات، هذه مهمه. ايضا في مجال تمكين الشباب، في مجال المشروعات الصغيره والمشروعات متناهيه الصغر ومشروعات رياده الاعمال، لانها تقوم على الابتكار وعلى الابداع. هذا جزء من ايضا من محاور المؤتمر او هذه القمه العالميه، تشجيع الشباب، هذه الافكار الجديده، لان هذه الافكار بتقود التطور، هي بتؤدي التقدم البشري، بتسهل الخدمات، لان في نهايه المطاف المقصود الحكومه لها دور ولها وظيفه. عندما تكلم عن الحكومه الذكيه تكون اكثر احترافيه واكثر في اداء وظيفتها المختلف، في تقديم خدماتها للمواطنين في كل المجالات، في الرعايه الصحيه، في الاتصالات، في التعليم، في كل المواصلات. هذه القمم العالميه هي بتقدم حلول ابتكاريه جديده وتعرض ماذا تعرضها هذه الشركات العالميه وهذه الحكومات والتجارب المختلفه، وهنا يحدث التطور والتقدم. وبالتالي وجود الرئيس السيسي وهذا الوفد وبيمثل اهميه كبيره، له انعكاسات وارتدادات ايجابيه على الاقتصاد المصري، على التجربه التنمويه المصريه، على اداء ايضا فيما يتعلق باداء الحكومه المصريه. صحيح. مصر برضو بتعتبر اكبر سوق استهلاكي في المنطقه، يعني مصر احنا اكتر من 100 مليون والعالم العربي كله 300 وشويه مليون، احنا تلت الناطقين باللسان العربي في العالم، ونعتبر يعني مصر هي الصين الشعبيه العربيه، يعني هي اكبر نوع من انواع الدول اللي ممكن نقول ان عندها قوه بشريه. ازاي برضو نستثمر ده؟ يعني انا عندي نوع من انواع العناصر القوه، لما انا كدوله بطرح اسمي في مؤتمر دولي للحكومات انا عندي قوه بشريه، ازاي انا اسوق ده داخل هذا المؤتمر؟ هو مصطفى، هي النقطة، هي هذا جزء من المزايا النسبية لمصر. يعني القوة البشرية والسوق الواسعة تعتبر من المزايا النسبية اللي بتعطي مصر ثقل سياسي وثقل سياسي في المنطقة. هي من الدول الواعدة والدول المهمة ولها ثقل كبير، طبعا الثقل الحضاري. النقطة الثانية،
فكره ان مصر هي ايضا دوله، يعني دوله لديها اقتصاد قوي واقتصاد واعد، لديها مشروعات تنمويه طموحه، يعني هناك رؤيه للمستقبل. يعني شعار هذه القمه هو استشراف حكومات المستقبل، يعني ده مثلا نجد العاصمه الاداريه. فكره بناء المدن الجديده، المدن الذكيه من الجيل الرابع التي تراعي المعايير البيئيه، فكره اقل تلوث، التوسع في الطاقه النظيفه، الطاقه المتجدده، هذا تطور في مفهوم الاداء الحكومي وشهد طفره كبيره في العالم. مصر مواكبه مع هذا الامر، وبالتالي لديها ميزه انها تجربه رائده في هذا المجال وتوجه الدوله الاساسي في هذه الحكومات يعني الذكيه. يعني انا قصدي ان انا عايز اجذب مشروعات، مثلا مشروعات كثيفه العماله، عايز مثلا اشغل ايدي كثير، عايز مثلا ادرب عناصر. انا ده محور سؤالي، ان انا عندي ناس كتير. ومصر لديها ميزه نسبيه في هذا، انها تعد منطقه استثماريه واعده، يعني من ناحيه السوق، سوق استهلاكيه، من ناحيه الموارد البشريه، من ناحيه العماله الفنيه، لان تطور العماله البشريه وفقا لكل معايير العصر ده بيعطي ميزه للشركات العالميه اللي بتستثمر في مصر، البحث عن عماله فنيه رائده ومهمه. هذه نقطه. نقطة أن عندك مشروعات قومية عملاقة، يعني مثلا في محور التنمية، التوطين الصناعي، توطين التكنولوجيا، لأن فقط ليس أن أنت تسرد التكنولوجيا ولكن توطن التكنولوجيا، توطين صناعة الطاقة النظيفة مثلا في مصر. هذه نقاط مهمة، لأن مصر تتجه في هذه استراتيجية مهمة. مصر كبوابة للشرق الأوسط، كبوابة لإفريقيا، مصر دولة مستقرة، يعني دايما الاستثمار بيبحث عن الاستقرار، وبالتالي كلها تعطي ثقل ومزايا مهمة. هذا دايما بيعطي ليه مكانة مصر في هذه القمة هي مهمة، واختيار مصر كضيف شرف، لأن الرئيس يذهب ليعرض التجربة المصرية، المزايا النسبية التي تمتع بها مصر من هذه النقطة، أنها سوق واسعة، أنها دولة اقتصادها واعد، لديها مزايا كبيرة في المنطقة، ولديها كل المقومات التي تؤهلها للانطلاق الاقتصادي وتجعلها دائما في مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وبالتالي وجود هذا الكم الكبير وهذا الكم النوعي من الشركات العالمية الاستثمارية المختلفة، كبرى الشركات العالمية، وبالتالي هذا بيعطي فرصة وأهمية لمصر، لأن هذه الشركات هي بتبحث عن المناطق اسمها الواعدة اقتصادية، المناطق المستقرة. مصر هي مرشحة بما فيها كل هذه المزايا النسبية. مصر أيضا في متعلق بالعنصر البشري، مصر أيضا بتزود المنطقة العربية والعالم بالعنصر البشري، الكفاءات البشرية في كل المجالات، في الهندسة، في الطب، في الإدارة، في كل المشروعات. طبعا لديها هذه المزايا النسبية، لديها ثقل بشري وثقل حضاري كبير. مصر أيضا لديها استقرار أمني وسياسي، دولة مستقرة. مصر أيضا لديها سياسة خارجية نزيهة ورشيدة ومحايدة، وهذه النقطة المهمة. يعني وجود الرئيس السيسي وبيعكس دائما فكرة يعني هذه ثمار السياسة الخارجية المصرية. السياسة الخارجية المصرية بتسير على فكرة دور قوي لمصر، دور فاعل في العلاقات الدولية، سياسة الحياد الإيجابي، فكرة بناء علاقات شراكة وتعامل مع كل الدول، فكرة تقود طيار للتعاون الدولي، بمعنى أن هناك الآن طيارات في العالم، استقطاب، صراعات، توترات، هذا بيؤدي لتداعيات سلبية، بيعوق التنمية، نرى الحروب، نرى التوترات، في المقابل هناك تيار تقوده مصر، يعني بناء شراكات، بناء التنمية، الاستثمار في الإنسان، فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي، عرض هذه الفرص. يعني قطر السيسي سواء في هذه القمه او في كل الزيارات التي تقوم بها في الهند، في كل الدول، دائما مع الكبرات الشركات العالميه، يعني بيجذب ويقول ان مصر لديها تجربه واعده، وبالتالي هذا كله لديه عوائد على الداخل المصري. صحيح. على المواطن المصري، بيوفر وظائف، يعني جزء من المؤتمر هو توفير الوظائف كأولوية للحكومه، التعليم، الرعايه الصحيه، مصر تسير في هذا الاتجاه ولديها تجربه سواء في المجال الصحي او في مجال التعليم، في مجال مثلا المدن الذكيه، يعني احد المحاور استدامه المدن الذكيه. مصر الان لديها عدد كبير من مدن الجيل الرابع، يعني في القاهره، في العاصمه الاداريه، في العالمين. مهم جدا يا دكتور احمد، يمكن احنا بنتكلم عن المدن الذكيه، ده بالنسبه لنا مصطلح ومفهوم احنا عارفينه، لكن من ضمن النقاط اللي هيتم منشطها ومن اهم النقاط الحقيقه فكره تسريع التنميه والحوكمه واستدامه المدن الذكيه. ممكن المصطلح ده بالنسبه لنا ما نبقاش فاهمينه، يعني ايه، يعني ايه استدامه المدن الذكيه؟ احنا عارفين المدن الذكيه، هو فكره الاستدامه مفهوم بسيط، يعني دايما من حاجه الديمومه، يعني حاجه تستمر، زي مثلا التنميه المستدامه، اللي انا بحافظ على الموارد بحيث يعني الاجيال الحاليه والمستقبليه، يعني لا انهك الموارد. استدامه يعني تظل دائما، يعني دائما مستمره ومستديمه في خدماتها الذكيه، في الاعتماد على الطاقه النظيفه، فكره القضاء على البيروقراطيه بشكل بسيط، يعني كل الاشكال البيروقراطيه وهذا الامور التعقيدات يتم القضاء عليها بحيث هناك تسهيل لاداء الخدمه. مدن تقوم على الاعتماد على الطاقه وعدم تلوث البيئه، الطاقه، يعني كلها تمثل استدامه لهذه المدن. هذه نقطه مهمه في مقصود بالمدن الذكيه، لان مشكلات المدن القديمه سواء التصميم العمراني او اداء الخدمات او هذه الازدحام او الاختناق او التلوث بيتم كلها، يعني تم تجنبها او التخلص منها او تفاديها في المدن الذكيه، وان يستمر الاستدامه في هذا الامر، يستمر بشكل مستمر وبشكل مستديم، الا يعني الا تتعرض لاي عقبات او تحديات، هناك اليه
دائما للتغلب على اي عقبه يمكن ان توقف هذه خصائص المدن الذكيه فيما يتعلق باستدامه هذه الخدمات، يتعلق به ايضا انشاء المصانع، انشاء الاعتماد على مصادر الطاقه، الطاقه المتجدده، يعني كلها بتشكل ان المدن الجديده تصمم وفقا لاحدث المعايير العصريه الحديثه التي تراعي التوازن بين السكان وبين احتياجات السكان والتوازن السكاني وبين متطلبات البيئه والحفاظ على الموارد البيئيه والموارد الطبيعيه، هذا هو مفهوم الاستدامه. وبناء عليه احنا عندنا عدد ايضا من المشاركات في هذا الامر، يعني احنا ممكن نستفيد من كل هذه الاشياء في تطوير الحكومه بشكل ذكي بحيث ان احنا نواكب ما يحدث في العالم من تغيرات ذكيه. استفيد يعني ازاي؟ يعني ده سؤالي برضو اللي انا بحاول اوصل لي اجابه يا دكتور. على سبيل المثال استاذ مصطفى، يعني فكره الرخصه الذهبيه، يعني هذا مثال، يعني فكره ان انت المستثمر سهل الاستثمار، يعني بدل مثلا فكره الشباك الواحد، بدل ما لكي المستثمر يمر بمشروع ويستغرق الوقت الكبير في الاجراءات البيروقراطيه والروتينيه وكذا، يتم تسهيل هذا الامر في خطوه واحده او خطوتين بالكثير على الاقصى، وبالتالي هذا جزء من الحكومه الذكيه، اداء الخدمات للمواطن سواء المواطن او المستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي، لان يعني المستثمر بيبحث عن يعني احد مشكلاته البيروقراطيه ويعني الترخيص وكل هذا بيعوق الوقت والوقت له تكلفه بالنسبه للمستثمر، وبالتالي تسهيل الاجراءات. الحكومه المصريه في هذا الاتجاه فكره الرقمنه، الاعتماد على الخدمات، كل الخدمات الالكترونيه سواء الخدمات البنكيه، الخدمات المصرفيه، خدمات حتى المواطن اللي في المرور، في كل الامور تعتمد على الرقمنه والميكنه، كل هذا جزء من الحكومه الذكيه. لم تعد الحكومه التقليديه، الاوراق التقليديه يعني الدوسيهات وهذا الامور، العالم كله يتخلص من هذا الامر. الحكومه المصريه الان توجهت بشكل كامل لهذا الامر، وبالتالي وجود الحكومه المصريه مع تجارب اخرى، يعني هناك تجارب مهمه، تجربه الامارات العربيه المتحده ايضا في الحكومه الحوكمه وفكره الحوكمه، الاعتماد على المعايير الصارمه في الاداء الحكومي، يعني الاعتماد على المعايير العالميه والمعايير السليمه في اداء اي خدمه واداء الامور، هذا هو ما يسمى بمفهوم الحوكمه، الحوكمه الرشيده، وان الحكومه تؤدي وظائفها وادارها باحترافيه وفقا لكل المعايير، وبالتالي هذا بيسهل وبينعكس على المواطن. اليوم في هذه القمه هناك شركات عالميه كبرى، شركات امريكيه واوروبيه، كلها لديها تجارب وابتكارات، مشروعات رياده الاعمال هي جزء ايضا من الحكومات الذكيه، لان الافكار الصغيره والمشروعات الصغيره هي التي تقود التصنيع. مصر الان توجه نحو التصنيع، وهذا التصنيع ايضا لديه يعتمد على فكره الابتكار وعلى فكره الاستفاده من خبرات الاخرين. القمه هذه هي قمه مهمه حقيقه، وهي لكلها مردود مهم، يعني عندما نتكلم عن مردود هذه القمه على مصر، على الاقتصاد المصري، بالطبع لها سيكون لها ارتدادات يعني انعكاسات كبيره. الوفد بيقولوا اكبر وفد يشارك في هذه القمه من بدايتها، اكبر وفد مصري، يعني وفد مصري، يعني حتى يعني كل المجالات، حتى في الخبر الاكاديميه الوطنيه للتدريب بتعرض التجربه المصريه، لان هذه ايضا جزء من الاهتمام بالعنصر البشري، فكره الكفاءات، وهذه تجربه مصريه مميزه، كل هذا بيعطي مزايا نسبيه لمصر. عامة يمكن ان تستفيد منها ايضا الدول الاخرى، يعني نقل التجربه المصريه الى دول المنطقه، للدول الافريقيه، للدول الناميه، كل هذا بيعطي مسمى الرياده، النموذج المصري في هذا الامر، لان هي فكره كلها ببساطه ان مصر لديها استراتيجيه واضحه، تحقيق نهضه اقتصاديه شامله، وهي تسير في هذا الامر خلال المشروعات القوميه العملاقه، البنيه الاساسيه، الاهتمام بكل قطاعات الانتاج، الزراعه، الصناعه، كل هذه الامور، وفي القلب منها الاهتمام بالانسان المصري، هو العنصر البشري، هو الثروه البشريه. هذه المنظومه الثلاثيه التي تحقق النهضه مع توظيف السياسه الخارجيه وبناء شراكات مع كل دول العالم، هذه الشراكات الاقتصاديه والمختلفه التكنولوجيه سواء في كل المجالات، في الرعايه الصحيه، هذه الشراكات لها ارتدادات، بتفتح اسواق للسلع المصريه، بتجذب استثمارات، باستفاده من خبرات التجارب، لان كل الاقتصادات العالم كلها لديها مزايا نسبيه، زي الهند، زي اليابان، زي الصين، زي الاتحاد الاوروبي، زي الدول حتى الوعيده في شرق اوروبا وفي وسط اسيا، كلها مصر تسعى للاستفاده، فتح افاق جديده، ومشاركه كل هذه التجارب، وايضا نقل الخبره المصريه والتجربه المصريه في مثل هذه الفعاليات والمحافل الدوليه هو شيء مهم جدا. واكيد احنا بنتكلم على اقتصاد و استراتيجيات دوليه ومشاركات دوليه، احنا بنتكلم هنا لازم زي ما بيطلق عليها الوين وين سيتويشن، او انه الرابح يعني يكون الطرفان رابحين بكل تاكيد. خلينا ننتقل مع حضرتك لايضا مؤتمر القدس رفيع المستوى اللي تم عقده امس بجماعه الدول العربيه بالقاهره. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كلمه هامه جدا حقيقه. رؤيه حضرتك لهذه الكلمه، تفنيد هذه الكلمه يا فندم. شوفي جمانة، كلمة الرئيس أمس في مؤتمر القدس في الجامعة العربية بتحمل رسائل مهمة وفي توقيت مهم. لماذا توقيت مهم ورسائل مهمة؟
لان هناك تطورات يعني كما شهدناها في الاراضي الفلسطينيه، وتنذر بعواقب يعني ان الامور تتجه الى التصعيد. وبالتالي كانت الرساله الاساسيه للرئيس السيسي امس او الرسائل هي فكره ان السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقه. الرساله الثانيه مرتبطه بها ان غياب السلام الشامل والعادل يؤدي لمزيد من التوتر والعنف والعنف المضاد الذي يدفع ثمنه الابرياء، وان في النهايه الكل خاسر. الرساله الثالثه المرتبطه بهذه الرسالتين هو ان السلام العادل لن يتحقق الا من خلال حل الدولتين، اقامه دوله فلسطينيه مستقله على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. هذا هو السلام العادل الدائم الذي يضمن وجود دوله فلسطينيه الى جانب دوله اسرائيل، يحقق التعايش والتسامح والتعاون بين الجميع. وجود هذا السلام، هذا السلام العادل له مصلحه لكل الاطراف، مصلحه للاسرائيليين، مصلحه للفلسطينيين، مصلحه للمجتمع الدولي، مصلحه لامريكا، مصلحه لمنطقه الشرق الاوسط. لان دائما مصر تعتبر ان غياب حل عادل للقضيه الفلسطينيه هو كل هو اساس عدم الاستقرار، هي مفتاح الاستقرار في المنطقه. الرساله الرابعه ان الرئيس السيسي ايضا دعا الى فكره حث المجتمع الدولي ان يتحرك، شركاء السلام بالذات الطرف الامريكي، للتحرك الفعلي، لان تجربه السنوات السابقه والعقود السابقه اثبتت ان سياسه الخطوات الاحاديه الانفراديه، انتهاكات مصادرات الاراضي، تهجير الفلسطينيين، انتهاكات المقدسات، الحصار، في النهايه لن تحقق الامن والسلام. الذي يحقق الامن للمواطن الاسرائيلي ليس هذه الممارسات، وانما هو السياج الحقيقي هو الامن، هو من خلال السلام، من خلال الامن الحقيقي، اقامه سلام عادل، لان الشعب الفلسطيني من حقه ككل شعوب العالم يكون له يعني دوله وله حقوق، لان فرض الامر الواقع واستمرار الاحتلال هو المشكله، وبالتالي الفلسطينيين يطلبون تحقيق السلام. هنا الرساله ان مصر هي تتحرك في اتجاه دعم السلام، هذا يتوافق مع السياسه المصريه، لان سياسه الحروب والصراعات هي في النهايه الكل خاسر، لكن السلام الكل رابح، رابح، وهو يحقق الازدهار، يحقق التنميه، يدفع المنطقه للتفرغ لتوظيف الموارد والعيش والازدهار والتنميه، لان الحروب بالطبع والصراعات هي بتعيق المجتمعات عن التقدم والتطور. هذه الرساله امس في مؤتمر القضيه الفلسطينيه بتؤكد ايضا انها في قلب السياسه المصريه، يعني مصر تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم القضيه الفلسطينيه، وعلى مسارات متعدده ومتوازيه، مسار تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني، تخفيف المعاناه، دعم الاقتصادي، يعني اعمار غزه واعمار المناطق الفلسطينيه، وايضا حشد الدعم الدولي للفلسطينيين الاقتصادي، مع مسار ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحه وتهيئه الاجواء لبناء موقف فلسطيني موحد، مع مسار العمل مع الشركاء على احياء عمليه السلام وتثبيت الهدنه طبعا وتثبيت وقف اطلاق النار ومنع التصعيد. هذه المسارات هي جزء من سياسه مصر الخارجيه. وبالتالي كلمه الرئيس السيسي امس امبارح كانت موجهه لكل الجانب الدولي، المجتمع الدولي، الجانب الاسرائيلي، الجانب الفلسطيني، بانه لا بديل عن تحقيق السلام العادل. هذا السلام العادل واضح وفقا لقرارات الشرائع الدوليه، لكن اي صيغه للسلام على الطريقه الاسرائيليه او لا تراعي الحقوق الفلسطينيه، صحيح، مع استبعاد القدس، هي في النهايه يعني استمرار امد الصراع، امد الصراع، وبالتالي استمرار التكلفه، لان تكلفه استمرار الصراع هي مكلفه ليس فقط على اطراف الاسرائيليين الفلسطينيين، ولكن ايضا على منطقه الشرق الاوسط، وكما قال الرئيس السيسي بيضع المنطقه امام خيارات صعبه. صحيح صحيح. هل يمكن ان يعني تتقاطع كلمه الرئيس السيسي في مؤتمر القدس بجامعة الدول العربية بالقاهرة مع ما سيحدث اقتصاديا في القمة العالمية للحكومات في دبي؟ هل يمكن أن يكون هناك ثمة رابط ما بين الموقفين أو الكلمتين؟ هو الرابط أستاذ مصطفى هو فكرة فعالية السياسة الخارجية المصرية. صحيح، السياسة المصرية تسير على مستوى هناك رابط بين الاقتصاد والسياسة وعلاقات متكاملة ومجاهيم العملة واحدة. مصر عندما تمارس وتؤكد دورها في دعم القضية العربية، في دعم القضية الفلسطينية، في تحقيق الاستقرار، في تحقيق السلام، هذا الدور السياسي وهذا تحقيق الاستقرار هو يهيئ البيئة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، لأن استمرار الصراعات والحروب والقضايا والأزمة الفلسطينية بيعوق المنطقة. الرسالة أن كما أن قمة الإمارات، قمة دبي للحكومات تبحث في الأداء الاقتصادي، أداء الحكومات، الازدهار الاقتصادي، التعاون، هذا لن يتحقق إلا في بيئة مستقرة تعاونية. لا يمكن الحديث الآن حتى على مستوى العالم، وأن نتكلم عن حروب عالمية واستقطاب عالمي بين القوى الكبرى، لا يمكن تحقيق التعاون في ظل هذا الاستقطاب. الاستقطاب يحتاج إلى العمل الجماعي الدولي، مفهوم الكل رابح في هذا التعاون، لكن عندما ندخل في صراعات وتوترات بالذات هيؤثر على الأمور. الأمر الثاني هي فعالية السياسة المصرية، أن مصر كما هي تتحرك على المستوى السياسي تتحرك على المستوى الاقتصادي، لأن هناك كما قلنا بين الدبلوماسية التنمية، الهدف المطاف هو النهوض بتعظيم المصالح المصرية، سواء في دورها السياسي ودور مصر الإقليمي أو على المستوى الاقتصادي في تعزيز التنمية في الداخل، في جذب الاستثمارات، في كل هذا ينعكس في نهاية المطاف على المواطن المصري وتحسين مستوى معيشة المصري وتوفير الوظائف، وبالتالي هناك ترابط.
يبقى هي ربط بينها وبين وزاره الرئيس الخارجيه اللي هي الهند واذربيجان وارمينيا، وايضا زيارات الرئيس ايضا في شرق اوروبا، وكل هذه العلاقات هي بتعكس ان مصر تتحرك على كل المسارات، على كل القمم، تشارك بفعاليه. مصر القويه، مصر القويه اقتصاديا، القويه سياسيا، مصر القويه بسياساتها الخارجيه الرشيده، كل هذا بيمثل فعاليه وانعكاس على له مردود على دور مصر ومكانه مصر وعلى المواطن المصري وعلى التنميه داخل مصر. طيب دكتور احمد، اذا ما استمرينا في الحديث عن القضيه الفلسطينيه، بما انه حسب كمان قول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هذه القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه للعرب اجمع، خلينا زي ما احنا بنتكلم في ضوء رياده المصريه وكل ما قامت به مصر من انجازات وما الى ذلك، ازاي هذه خلينا نقول هذه الاستراتيجيه المصريه قدرت انها تؤثر في القضية الفلسطينية؟ احنا شفنا الثقل المصري في هذه القضية، ان كان التهدئة في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار، ازاي ده يؤثر على القضية الفلسطينية؟ بالطبع جمان، هذه نقطة مهمة، لان يعني تذكر في 2021 عندما يعني اندلعت الحرب على قطاع غزة، يعني وقف العالم وقتها عاجزا بل يعني صامتا حتى، يعني صحيح. لا يستطيع ان يوقف هذه الحرب، واستطاعت مصر بثقلها السياسي بقواتها بعلاقاتها مع كل الاطراف وخبرتها الكبيره في هذا الملف ان توقف النار وتثبت التحرك الفوري، يعني تحرك شفنا الفوري. تحرك مصري فوري، وهذا كان محل تقدير وحتى اشاده من كل المجتمع الدولي، حتى الرئيس بايدن اتصل بالرئيس سيسي في وقتها. صحيح. وشكره على هذا التقدير، لان الخطوره ان هذا الصراع هو له يعني ارتدادات على المنطقه، يعني صراع فلسطين الاسرائيلي له ارتدادات. قضيه القدس على سبيل المثال هي ليست قضيه فلسطينيه فقط، هي قضيه تهم العرب وتهم المسلمين. الانتهاكات ضد المسجد الاقصى وضد زي السحاب هو استفزاز، هو تاجيج، ايضا تاجيج لمستوى العنف والتوتر في العالم، في يعني في العالم الاسلامي من السخونه. الرؤيه المصريه تقوم على فكره ان الكل، ان السلام العادل هو الذي يضمن مصالح جميع الاطراف، ان يعني العالم او المنطقه جربت الصراعات والحروب والتوترات، فرض الامر الواقع والانتهاكات لم تفضي النتيجه، ادت الى يعني الى وقوع ضحايا، وادت الى توترات، وادت الى صراعات، وحاولت اطراف كثيره ان تزايد وتستغل القضيه الفلسطينيه، وهي اصلا لا تدعم القضيه الفلسطينيه، لكن مصر دائما تدعم السلام، تدعم الشعب الفلسطيني فعلا افعالا ليست اقوالا، في الدعم الاقتصادي، في الدعم المادي، في الدعم كذا، مصر تدعم الفلسطينيين والاشقاء الفلسطينيين، وتحاول ان تهيئ البيئه دائما للمصالح الفلسطينيه. هذا المصالح الفلسطينيه. يعني. ثم هناك مسار ايضا حديث مصر، يعني في كل اجنده، في كل مؤتمر يذهب اليه الرئيس السيسي، في كلمات في الامم المتحده، دائما القضيه الفلسطينيه جزء اساسي. صحيح. من الاجندات، ودائما المفهوم واضح ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه لتحقيق الامن والاستقرار، وبالتالي هنا على الاداره الامريكيه، على الجانب الامريكي، على الاتحاد الاوروبي ان يتحرك من منطلق المفهوم المصلحه، مصلحته في انهاء هذه القضيه، كيف تنتهي؟ من خلال هذا السلام العادل، ومن خلال دوله فلسطينيه على حدود 67، لكن اي صيغه تحاول الجانب الاسرائيلي فرضها او الجانب الدولي يعني التجاهل للصيغه العادله، معنى يطال امد الصراع. القضيه يعني اكثر من 5 عقود ولا 7 عقود، والمنطقه تدفع ثمن كبير لهذا الصراع، هو ام الصراعات وام القضايا، وبالتالي الفكره والحكمه تقول ان العالم في ظل هذه الازمات وهذه التوترات والتحديات الكبرى ينبغي ان يتجه للاعمار والتنميه والازدهار، لكن هذا يتحقق لابد من تصفيه هذه العقبات، ومنها استمرار الاحتلال وهذا العنف وهذا التوتر، لانهم لا يجتمعان. وبالتالي كانت رساله مهمه، انعكاس مصر القضيه الفلسطينيه وضح في اجنده المجتمع الدولي، في اهتمام الامم المتحده، يعني في تصويت الجمعيه العامه للامم المتحده اكثر من مره على قرارات ضد مثلا يعني قرار نقل السفاره من تل ابيب الى القدس، الجمعيه العامه اجتهدت في قرار الدعم يعني بطلان شرعيه الجدران العازله، كل هذا كان التحرك المصري الفاعل على الساحه الدوليه، انطلاقا من يعني مسؤوليه مصر تجاه اشقائها العرب. وبمناسبه الدعم المصري للقضيه العربيه، نتحدث دائما عن خصوصيه العلاقات المصريه او العلاقات العربيه مع الامارات، مع المملكه العربيه السعوديه، يعني الرئيس السيسي دائما يؤكد على ان هي علاقات اشقاء، هي علاقات عضويه كالجسد الواحد، دائما مصالح مشتركه. صحيح. لان هذا التعاون العربي هو الذي يمكن الدول العربيه في تحقيق التعاون والتنميه، هذه دول قلب الصلب، مصر، السعوديه، الامارات، يتمثل اهميه كبيره حتى في تجربه الحكومات، الامارات نشيد بتجربتها الذكيه في هذا الامر، وبالتالي هذا التحرك المصري الفاعل في الدائره العربيه والدائره الخارجيه وكل طيب. الدوائر هو بيعكس فعاليه وحيويه ونزاهه ورشاده السياسه المصريه. يعني علماء السياسه يقولون ان اذا كانت السياسه هي العربه فالاقتصاد هو الحصان الذي يجر هذه العربه، مش فاكر المقوله بالضبط، ولكن ما نقدرش يعني ما نربطش ده بده،
ما نقدرش ما نقولش ان ما يحدث في القمه العالميه للحكومات هو بعيد عن الموقف المصري اللي كان واضح جدا في قمه القدس وكلمه الرئيس السيسي في هذه القمه، الكلمه الهامه اللي اكد فيها موقف مصر الثابت من القضيه الفلسطينيه. القمه العالميه للحكومات النهارده اللي بتنطلق اعمالها في دبي بحضور مشاركه واسعه جدا من عدد كبير من حكومات العالم، عنوانها الرئيسي هو حوكمه الحكومات الذكيه او اضافه الطابع الذكي لهذه الحكومات. ربما مصر هي ضيف قمه هذه الشرف، واحنا بننتظر على مدار اليوم كلمات مختلفه من كافه الوفود المشاركه، طبعا على راسها كلمه رئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيعتبر ضيف في شرف لهذه القمه باكبر وفد مصري مشارك في القمه العالميه للحكومات. استعرضنا ملامح هذه القمه، ما سيحدث هذا اليوم؟ لماذا تشارك مصر في القمه العالميه للحكومات؟ كيف تستفيد مصر من هذه القمه تكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا؟ كان بصحبتنا الدكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه المتخصص في الشان العربي في مركز دراسات الاهرام. جزيل الشكر لك يا فندم، نورتنا وشكرا جدا على حسن التحليل وحسن هذه المعلومات كلها. شكرا جمانة وشكرا مصطفى، وصباح الخير عليكم.